من بغداد احتال عليهم فطلب زواج ابنتهم ذات 9 سنوات. أخذتني 1,000,000 ورجعت الأسود طيتنا 400,000 وسددتك أنا 3,600,000 زين كافك عني يا أخي. قال لا لحد أول البارحة جاني قال لي زوجني بنتك. يزوجني بنتي. قال يا فلان معود 9 سنين. قال لي عقد عليها سيد وخليها أمي بالبيت شو وقت ما تكبر آخذها. السلام عليكم. كنت أداوم الجيشاني بالفرقة العاشرة فجر رابع. كنت محتاج قرض. أكو شقة بالمجمع مع العزاب جيت أشتريها أنا. تعرف إحنا ما يطلون قرض بالبداية أول ما سلم الماستر. فهو جيراني قال أنا أعطيك الماستر. أنا أعطيك قرض على الماستر. قلت له ماكو مشكلة. قال لي سوي لي كمبيالة لأن أبو المكتب مين يعطيني إذا مو كمبيالة. قلت له والله سويت لك كمبيالة أنا. ربع ساعة هواي. وربع ساعة قال لي لا الكمبيالة مالتك ما تاكل. لازم تسوي لي كمبيالة باسم زوجتك. أبو المكتب يقول. قلت له هاي سويت لك كمبيالة باسم زوجتك. تاخذ قرض من المكتب من المكاتب اللي موجودة اللي يطلع قروض. إي هو يطلع القرض. فأخذ طلعنا سوينا الكمبيالة باسمي وباسم زوجتي. طلعنا من اللي كاتب عدد شال لي 1,000,000 وطاني. زين هو هذا الشخص يعني يداوم بالمكاتب مال قروض لو شنو؟ لا لا يدعي انه ضابط. يدعي جاني مره نقيب مره صار رايد بالمكافحه يقول انا بالمكافحه زين وجاني اكثر مره زين وقام يهدد بي قال لي زوجني بنتك عمرها 9 سنين زوجنيها عقد ومن تكبر ولا انا زوجها وبمكان الفلوس. قلت له عمي انت ما تطلبني انت ما تطلبني انت وصلت لي 1,000,000 ورجعت الاسود اعطيتنا 400,000 وسددتك انا 3,600,000 زين كافك عني يا اخي. قال لا لحد اول البارحه جاني قال لي زوجني بنتك وكل شيء خلص بمكانه وجاني برتبه رعد ومسدسه بحزامه. اعطانا 1,000,000 قلت له وين 9 ملايين يوم مو 10 المكتب وينه؟ شو انت لا اخذت ماستر لا مستمسكات لا شريطه اخر راتب انا ماخذه قرض الوالدتي وشفت. ايه يعني اكو اجراءات هو ما سواها كل شيء ما سواه مجرد الكمبياله سحبها. قلت له ترى نسخه لك ونسخه انه ونسخه ظل بكاتب عدل. خوش كان يقول لي لا لا انت مال الشغله خذاهن. من خذاهن طل 1,000,000 راح قال بالاربع العصر يجن 9 ملايين وهديتي تعطونيها بيديكم. قلت له هاي هي جبت 1,000,000 ما صرفته. جيت للعصر صارت بالاربع ماكو دقيت عليه مطيني حظر. دق علي ابونا مسوي لنا حظر. خوش. رحت للبيت كان يقولوا لي هذا صار له 3 ايام من شال هذا مأجر هنا وحده وما احنا ما نأجر الواحد وحده. لليل خابرنا قلت له انت شايل من هاي؟ قال لي والله انا قعدت بالسيديه بيتها بالسيديه موجود دلاني بي. قلت له انا جايتك بالتسعه بالليل رحت ما لقيته لقيت الباب مقفول هو حاط كاميرات الظاهر هو شافني دقيت ماكو بس الاضيه مشتغله وكان البنكه مالي السبلت مشتغله. أي. قلت له خضر؟ قال ها. قلت له هذا لعبنا عوفه امشي. رجعت الصبح خابرته قلت له وين البقيه؟ وين التسعه؟ ما اريدها البيت انباع تعال اعطيني الكمبيوتر واخذ 1,000,000. هو سوى كل شيء ما اعطاني 1,400,000 ورا شهرين اجى قال 1,400,000 تحمل 3,600,000 فكينا اخر 1,000,000 اخذها 24/10 ذاك اليوم بشهر الثالث انا حامل وعلى وشك ولاده يوم 28/2 عندي عمليه مال ولاده بهاي المستشفى عبرت عندي فحص بالوحده الظهر مال شو اسمها هاي مال كورونا اللي سوينا مال عمليه مسحه فرحت اجتني سياره طايره سياره براده وما بيها رقم سودة. وين ضربني؟ ضربني برجلي الاثر هنا طبعا معالجوني فالسوى ضربني من ضربني وقعت على لزمت بطني هيك وقعت على السيم هذا اللي حاطينه شققت هاي يديه هاي اثر الضربه مالته وبرجليه اكو هم نفس هاي يعني هو نفسه شام بالبراده؟ هو نزل الجامعه قلت له هاي ليش؟ ايش بيك؟ كان يقول وين العشره؟ قلت له يا عشره بابا قال 10 ملايين اطلبك قلت له اطلع قبل تلقاك محكمه بها قاضي روح اشتكي علي وانا وياك يم القاضي لك حق تاخذه لي حق اخذه منك نوب خابرني ايش قال؟ قال اقول لك مو عندك بنات زوجك؟ بنات خضر قلت له ذن ايتام ومو الي وانا من اخاف عليه شو يسوي بالبنات؟ قال عندي جماعه باربيل يشترون هسه اخابر ليش انش قد اعمارهم البنات؟ هن 9 سنين الكبيره 9 والصغيره 8 هن صغير ونات قال عندي جماعه باربيل يشترون قلت له شلون يشترون شلون؟ قال شيل الشغله يعني ياخذ من عندكم يروح يبيعهم يعني؟ اي قال هنا بالمطار
تروحين وياي اسلم اللي الجماعه يجون ويشق لكم بياتها. قلت له شوف لوح نجمه من السما بيدك وهذا الشيء ما توصل له. اخر شيء البارحه ب 11 الظهر ب 11 الظهر اخر شيء دزلنا هذا الحكي، الولد موجود، قال له روح قل للخضر يزوجني بنته. قال له فلان معود 9 سنين، قال له عقد عليها سيد وخليها يمي بالبيت، شو وقت ما تكبر اخذها.